أسئلة كثيرة في عقول أكثر من 2 مليون مصاب بفيروس كورونا وتسأله البشرية جمعاء. من أين أتى هذا الفيروس؟ هل هو طبيعي أم مصنع؟ هل جاء من سوق المأكولات البحرية في ووهان كما قالت الصين؟ أم تسرب من أحد مختبرات المدينة وهو ما تحقق فيه الاستخبارات الأمريكية؟ نحن هنا لطرح الفرضيات المتداولة في نشأة فيروس كورونا، ربما تصح إحداها وربما لا. بداية نذهب إلى أصحاب نظرية المؤامرة والتي تقول إن الفيروس صنع مخبرياً عن عمد. من الناحية النظرية يمكن تخليق فيروسات مخبرية بهدف البحث أو الدراسة، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دليل يرجح أن كوفيد-19 مصنع مخبرياً، والدراسات ومنها الدراسات الأمريكية التي أجريت في شهر مارس أثبتت أن أصل الفيروس حيواني وأن جيناته تتوافق بنسبة 96% مع الخفافيش الصينية تحديداً. الفرضية الثانية أن الفيروس تسرب من مختبر عن طريق الخطأ، فوفق ما نشرت صحف أمريكية قد يكون الفيروس تسرب من معمل الفيروسات في ووهان والذي يبعد 600 متر فقط عن سوق الحيوانات، وحتى الآن أيضاً لا يوجد أي دليل قاطع على ذلك، والولايات المتحدة وفق صحف أمريكية بدأت التحقيق في الأمر، أما الصين فقد نفت الأمر جملة وتفصيلاً. فرضية أخرى تقول إن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى الإنسان خارج المختبر. بحسب ورقة بحث أعدها أحد الخبراء في جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا والذي كان يعمل سابقاً في ووهان، قال إن أحد العاملين في مركز السيطرة على الأمراض في مدينة ووهان البعيد عن السوق الحيوانات 14 كيلومتراً وموكل بجمع عينات الفيروسات المختلفة تم أمره بعزل نفسه بعدما هاجمته الخفافيش في كهف ولوثته بفضلاتها، وربما أصابته حينها بالفيروس ثم نقله إلى المدينة. مسألة معايير الأمان والسلامة داخل المختبرات الصينية كانت محط الانتقادات الأمريكية أيضاً، ففي ديسمبر الماضي عرض تقرير لإحدى المحطات الصينية مشاهد لمجموعة تعمل لصالح مركز الصيني للسيطرة على الأمراض تجمع عينات لفيروسات كورونا مستخلصة من الخفافيش من دون ارتداء أي معدات واقية ودون اتباع معايير السلامة. وهنا ننطلق فوراً إلى فرضية أخرى، وهي أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى الإنسان ربما من خفاش أو ثعبان أو أي حيوان آخر، وذلك بسبب الملامسة أو عن طريق اللعاب أو الفضلات، وفي هذا الإطار لابد أن نشير إلى تجارب سابقة. فهناك إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، وهناك 140 فيروساً يمكن أن تنتقل عبر الملامسة أو الفضلات من الحيوانات إلى الإنسان. وفق دراسة حديثة فإن سبب انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان ناجم في الأساس عن انهيار النظام الحياتي الذي تعيش فيه هذه الحيوانات بفعل ممارسة الإنسان المدمرة للبيئة. نبقى أمام احتمال آخر، فالفيروس هو ينتمي إلى عائلة كورونا وقد يكون طور نفسه داخل بيئة حاضنة إلى أن أصبح بنسخته الحالية التي أربكت العالم. ببساطة لن نستطيع الوصول إلى إجابة شافية تماماً، لكن ما يلفت في كل ما ذكرناه أن أغلب الشكوك تسير نحو وجود عامل بشري ربما يكون هو المسبب لفيروس كورونا، والمعرفة لن تتحقق إلا من خلال تحقيق دولي شامل، وحتى ذلك الوقت سيبقى العالم يعيش في حالة خوف وترقب وصلاة من أجل أن يبعد عنا هذا الفيروس. دمتم دائماً بأمان بإذن الله.